السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتب الاحوال. فيديو ان شاء الله جديد ودرس جديد، ونزولا عن الطلبه المتتبعه اعاده ديال الدرس ديال قصه الاميره بكل الشروحات ديالها ان شاء الله. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تقدروا تفهموا الطريقه ديال الفصاله ان شاء الله. اول حاجه بالنسبه هنايا يعني المتراج، عندنا 2 متر ونص ديال الثوب، غادي تصبغ البنات جلابه مونطو قصه الاميره. بالنسبه للظهر غادي نديرو سامبل ما فيه حتى شي حاجه، وبالنسبه للامام غادي نديرو فيه القصه. اول حاجه غادي نخدمو الثوب ديالنا على الظهر ديالو دائما. كما قلت لكم بالنسبه للمتراج ديال الثوب عندنا فيه 2 متر ونص. غادي نخدمو الثوب ديالنا. لاحظوا الطريقه اللي غادي نطوي بها الثوب. غادي نطوي الثوب ديالي على الظهر بهذا الشكل، نحاول انني نقاد الثوب ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. كما لاحظتوا هنايا قصنا الخلف ديالنا البنات. علاش انا قصيت الخلف؟ باش ما نطولش عليكم الفيديو. الطريقه ديال الخلف، طوينا الثوب ديالنا على 2. بالنسبه للثوب طويناه على الظهر ديالو وعلى الطول ديالو. ولاحظوا معايا الامام غادي ندير فيه سحاب مخفي، اللي السلسله اللي هي كاشي ما غاديش تبان لي السلسله. لاحظوا معايا الطريقه باش يكفيني الثوب وتجيني الايفازي. لاحظوا معايا البنات شنو درت، خليت، لاحظوا البنات خليت هنايا، خليت هنا تقريبا 8 سنتيم. هذه هي اللي غتجينا مكاشيه على هنايا. فين كنخليو هذه القطعه؟ هذه كنخليوها في الجهه ديال اليمين، الجهه اليمين ديالنا اللي كنديروها على اليسار، هي اللي كنخليو فيها 8 سنتيم حتى 6 سنتيم، على حسب نتوما العرض اللي بغيتو يبقى لكم في السحاب المخفي ديالكم. صافي هنايا كما لاحظتوا خليت 8، وهاد 8 هبطت بها حتى لتحت. هنا كنخليو سنتيم. لاحظوا معايا انا هاد الحاشيه هادي غادي نزولها، ما غاديش نخيط عليها، غادي نحسب سنتيم زايد هنا، وهنا غنحسب 8 زايده. وهنايا في السلك الخلف اللي درت الجلايل ديالو هنا، وهنا غادي ندير العكس، غادي ندير الكتاف هنا، وهنا غادي ندير الجلايل باش هاد العرض هذا. لاحظوا معايا البنات هاد العرض هذا كيجيني هنا في الجلايل. وشحال ما كانت عندكم الطاي، واخا تكون عندكم طاي كبيره يمكن ليكم تفصلوا هذا الموديل هذا بهذه الطريقه هذه. صافي غادي ناخذ الطول ديالي، داكشي اللي درته هنا هو اللي غنديرو هنايا. غير هنايا في الخلف ما عندناش فيها القصه، ولكن في الامام عندنا. داكشي علاش بغيت نبدا لكم من هنايا باش نوريكم الطريقه اللي غادي نفصلوا بها الثوب ديالنا. اول حاجه البنات كنحطوا قياس الكتف، غادي ندير هنا واحد الخط اللي غيجيني مستقيم، لان هنا عندي الثوب شويه ناقص. غادي ندير قياس الكتف، وهنايا غادي نخلي سنتيم، وغادي نحط 22 في الكتف ديالي. هنا غادي ندير 9، وغادي نطيح الكتاف 3، وغنلاقي النقطه ديال الكتف مع النقطه ديال دوره العنق ديالي. بالنسبه للكول هنا غادي نهبط 12. علاش 12؟ حيت شديناها من الاعلى، وكون طيحنا 2 غنهبطو ب10، ولكن شدينا من الاعلى حطينا 12. صافي وغادي نكور بهذا الشكل دوره العنق ديالي لهنايا، نتمنى يكون واضح. غادي نهبط هنايا ب24. علاش 24؟ غادي نزيدو 2 سنتيم على القياس ديال الكتف، 22 سنتيم في الكتف غنزيدو عليها 2 سنتيم، هي 24. غادي نحطو في خط الصدر. هنا في الخلف حطينا 31، هنا غادي نحطو سنتيم هنايا ديال السلسله، وغادي نحطو 32. واضح؟ دابا هذا هو خط الصدر بهذه الطريقه. وغادي نقوم بنات هذه الطريقه هذه اللي كندير لكم غير المبتدئات باش يعرفوا كيفاش يقسموا التركيز ديالهم ويخرجوا دوره ديال التركيز ديالهم. هنا 24 نقسموها على 2 هي 12. غادي ندخل هنا بجوج ديال السنتيم، وغادي نخرج النقطه ديال الزيرو، وهنا غادي نقوم بالتقويره ديالي بحال هكا. هنا لاحظوا معايا القصه فين كتجينا والفانسه فين كتجينا. هذا خط الصدر او خط الابيض، غادي نهبطو تحت منه 5 ديال السنتيم، وغادي نديرو واحد الخط ثاني اللي غادي نخدمو عليه القصه ديالنا. نجي ونتراسي هذا الخط ديالي بهذا الشكل، لاحظوا معايا، وغادي نهبطو ب 14 سنتيم، او نتوما كيبقى لكم اختيار، غتهبطوا بقياس الحزام ديالكم 41 42 داكشي اللي عندكم. القاعده اللي كنتعمد انا هي 14. هنا السيده طويله شويه غنديروا لها 15،
وهنايا لاحظوا معايا غادي نزيد على القياس الحزام ديالي، القياس اللي غادي ندير في البانسة كنت غادي ندير فيها 3، غادي نزيد في العرض الحزام ديالي 3 سنتيم، اذا غادي نحط 32 سنتيم في عرض الحزام بهذه الطريقة. هنا غادي نديرو 16 سنتيم لدورة الحوض ديالنا، وغادي نسطر خط الحوض، وغادي نهبط نيشة الخلفة ديالي اللي غادي نحط فيها 41 سنتيم. وقبل ما نشد الخلفة غادي نحط الطول ديالي اللي غادي ندير فيه 47 سنتيم، عفوا غادي ندير فيه عندي 37 زائد 5 سنتيم هي 43 سنتيم. وغادي نجي وغادي ندير هنايا القياس ديال الخلفة ديالي اللي غادي نحط فيها 41 سنتيم صافي، وغادي نلاقي النقطة بالحوض مع النقطة الخلفة ديالي بهذا الشكل. نتمنى يكون واضح ليكم. هنا عندي خط الحزام غادي نطراسيه حتى هو بهذه الطريقة، وهنا عاد غادي نخدم دابا القطعة ديالي او القصة ديالي. بالنسبة لهنا حطينا كورساج عادي، شنو الفرق اللي فيه؟ هو هاد 5 سنتيم، هاد الخط اللي زايد عندنا هنايا. اول حاجة البنات انا قلت لكم هنايا راني زايدة 1 سنتيم، هاد الحاشية هادي ما حسبتهاش غير هاد السنتيم هذا، هنايا انا زايدة سنتيم ديال السلسلة. غادي ناخذ القياس ديال 12 سنتيم، داك 12 سنتيم ديالاش هي المسافة بين الحلمتين، المسافة ديال بين نقطة الصدر والنقطة الصدر. غادي نهبط بداك المسافة اللي درت 12 سنتيم، 12 سنتيم، 12 حتى الاسفل ديال التوب ديالي غادي نهبط بها حتى الاخر. بنات انا غنعاود نطراسي من اخر نقطه باش تجيني، باش يجيني القياس مضبوط. وغادي نهبط بها حتى الاسفل ونسطر. هنا غادي نجي حتى الاسفل ونديرها حتى شرها قد تقطع لينا. ولاحظوا البنات انا علاش قلت لكم الزياده، علاش قلت لكم كنزيد هنايا في الامام كنزيدو 3 سنتيم على الخلف، لان عندنا هنا البنات البانسا وعندنا هاد الخياطه هذه، الا مشينا حتى ما زدناش هاد الخياطه راه غادي يجينا العبار ناقص، غادي تنقص لينا. هنا كنخيطو تقريبا 2 ديال السنتيم، هنا كتمشي لينا 3 سنتيم ديال البانسا، وهنا كتمشي لينا 2 سنتيم. خصنا ضروري نزيدو الامام على الخلف، هذه هي الزياده اللي كانت سقات لي الاخت، عافاك ديك الزياده ديالهاش ما فهمتهاش. هنا النقطه ديال الزياده البنات غادي نجي هنايا وغادي 3 سنتيم غنقسمها على 2، غنخرج سنتيم ونص، وهنا غادي نخرج بسنتيم ونص هي 3. غادي نجي هذه المسافه غادي نحسبها هنايا، غنشوف هنا شحال عندي، عندي 10، غنرجع نهبط ب 10. البانسا راها ساهله، غادي نلاقي هذه النقطه هذه مع هذه بهذا الشكل، وهذه النقطه هذه مع هذه، وهنايا بهذه الطريقه. هنا غادي نلاقي عاوتاني النقطه ديال البانسا ديالي مع هنا، وهكا كنكون حصلت على البانسا ديالي بكل سهوله. واضح؟ شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا القصه. غادي نجي وغادي نخدمو على التركيز، غادي نجي نقسم هاد المسافه هادي على 2، كنعبرها بهذه الطريقه. السنتيم ديالي كندورو على الحرد الابد ديالي، عندي هنايا 34 سنتيم، غادي نرجع ندير السنتيم بحال هكذا بحال هكذا، وغادي نماركي هنايا فين جاتني النقطه ديال النصف ديال التركيز ديالي. غادي نطلع هنايا 1-2 سنتيم، ما غاديش نطلع لهنا، غادي نقوم بالتقويره. لاحظوا البنات بغيتو نتوما تستعملوا البيستولي او البيروكي كيمكن ليكم، انا كنستعمل غير يديا. واضح؟ لاحظوا البنات غادي نجي حتى ما التركيز ديالي ما فيه حتى شي شي حاجه اللي هي صعيبه اللي نخاف انا من هذه القطعه هذه، اللي عليا هو انني نزيد العبارات وصافي باش ما يجينيش ناقصه من غادي نخيط. لاحظوا معايا البنات غنجي للراس هنايا ديال البانسا، وغادي نحسب هذه المسافه هذه بحال هكا، جاتني 18،
غادي نخلي السنتيم ديالي هنايا، غنرجع نحط السنتيم هنا في الراس، وغادي نجي هنايا غادي ماركي واحد ثلاثة بحال هكذا، نعبر ثلاثة السنتيم، وخصني نعبر من هنايا واحد السنتيم هنا طالع اللي شديت منه العبار، وغادي نشوف 18 فين جاتني. لاحظوا البنات، نعاود نقيس هكا، جاتني 17 ونص. نرجع نحط السنتيم هنا ونرجع ندور بحال هكذا ونشوف 17 ونص فين جاتني. هي خرجت لي هنايا. لاحظوا معايا، هذه راه هي حتى هي البانسه كتعتبر لينا البانسه. لاحظوا البنات، هذه راه كنقطعوها هنايا باش الصدر ديالنا كيتجمع لينا وكيجينا القياس مضبوط. شنو دابا غادي نديرو هنايا؟ راه ملي غادي نخيطو غيمشي لينا هنايا هاد القياس، ملي غادي نقطعو هاد البلاصه راه غينقص لينا العبار على دورة التركيز. كنرجعو البنات كنخرجو بديك 3 سنتيم كنخرجو بها هنا، كنخرجو بها هنا وكنمشيو بها بهاد الشكل لدورة الحزام. لاحظوا معايا، واضح؟ صافي البنات، هنا كنكونو سالينا القصة ديالنا بكل سهولة. كنرجع دائما قبل ما نقطع نرجع نتاكد من الطول ديالي باش ما نديرش شي غلط. عندي الطول ديال السيده ديالي عندي 137، نرجع نحط 137 زائد 5 سنتيم ديال الخياطه او اكثر، كيبقى لكم الاختيار. صافي، وهنايا غادي نقوم بالقطع. بسم الله، لاحظوا البنات غنوصل لهنايا قبل غادي نقطع الكتاف، غادي نقطع هاد البانسة هاد. شوفوا منين نقطع، غنمشي لهاد البانسة اللي عندي هنا، نوقف ندور ونحبس بحال هاكا، نرجع نكمل هنايا ونقطع هاد البانسة هاد. شفتوها؟ هذه مشات ليا، هذه ما بقاش. صافي، شوفوا الخياطه فين غترجع عندي، غترجع لي هنا. هنايا هنا درت واحد شويه، خصني نخرج التركيز ديالي لهنايا البنات. ها انتم بحال، نتمنى يكون واضح ليكم. انا غادي نرجع نقص هنا واحد السنتيم هذا اللي بقى لي في الطباشير بحال هكذا، وغادي نخرج لهنايا. جاتني معذبه، نحاول انني هكذا بحال هكا نقد هنايا بحال هكدا البنات. شوفو هانتوما، شوفو دابا ملي غادي نخيط لاحظو هالراس ديال البانسة. هانتوما شوفو الخياطة فين غتجيني، شتو التركيز ديالي فين رجع ديك الزيادة اللي زدناها. هانتوما راه واخا هنايا لاحظو معايا، نخليكم حتى من هنايا نكمل للاسفل. هنا غادي نقطع هذه، شوفوا البنات هنا غيرجع لينا هذا العرض، كيرجع لينا لهنايا، وهاد النقطه هذه راه غادي ترجع لينا لهنايا. لاحظتوا معايا ملي غادي نجي نخيط، ها انتم هذه كدور ليا، وهاد المسافه اللي كنا نقصناها اللي خرجناها لهنا هي اللي عطتنا هاد الزياده هذه اللي كنا زدنا، وهاد النقصان اللي نقصنا هنا هاد 3 سنتيم راه هي اللي زدناها هنايا. طريقه سهله، ما تخافوش منها وتنجح معاكم ان شاء الله. صافي، غادي نكمل التقطع. صافي، هنايا كنكمل التقطع ديالي. درس كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساونيش من التعليق ديالكم والاعجاب والبارطاج ديال الفيديو. صافي، كنكمل التقطاع. انا ما كملتش لكم الدرس كله باش ما يجيكمش الفيديو طويل، خليت لكم تتمه ان شاء الله حتى الدرس السابق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم، وان شاء الله فيديو اخر.